أصحاب الجلالة والفخامة، رؤساء الدول والحكومات، أعضاء تجمع دول البريكس، السيدات والسادة، ممثلي قطاع الأعمال، السادة الحضور، أود بداية أن أعرب عن بالغ التقدير لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية على الجهود المستمرة خلال الرئاسة الروسية للتجمع للعام الجاري، وما تم بذله من جهد دؤوب لدفع أطر التعاون بين دول تجمع البريكس على جميع المستويات، حيث سمت الاجتماعات التي استضافتها مختلف المدن الروسية العريقة في تعميق أواصر العلاقات وأطر التعاون بين دولنا. وفي الإطار ذاته فإننا نثمن انعقاد منتدى أعمال تجمع البريكس الذي يعكس الحرص على تنمية العلاقات بين دول التجمع بما يسهم في تعزيز الاستثمارات